كمان أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي هنا إجراء قرعة دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية يوم 12 مارس بالقاهرة. فكر حضراتكم برضو إن تأهل دور الثمانية بدوري الأبطال، خليني سريعا أروح عندك سان داونز طبعا الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أسك ميموزا الإيفواري، والأهلي المصري، وباترو أتلتيكو الإنجولي، والترجي التونسي، وسيمبا التنزاني، ويانج أفريكانز التنزاني. طيب بالنسبة لباقي الفرق المتأهلة لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية، عندك اتحاد العاصمة الجزائري، الزمالك، فيوتشر من مصر، ودريمز الغالي، وأبو سليم الليبي، ونهضة بركان المغربي، وده هيكون على استاد مالي. طيب